السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبتنا الأعزاء محاضرتنا اليوم عن الديافيرمي. الديافيرمي هو نوع من أنواع العلاج بالحرارة، يعني العلاج الطبيعي أنواع، هو واحد منها أده العلاج باستخدام الأشعة المايكرويف والشورت ويف، هذه يسموها الديافيرمي. نونا مقدمة يقول وايل It was recognized several thousand years ago that hot baths were therapeutic. يعني أنه قبل 1000 سنة تقريبا يعني تم التعرف على أنه الهوت باثس، يعني الحمام الحار، به خصائص علاجية. It was not until the mid of 1918 that the pain relieving properties of heat were somewhat understood. فحاولوا بالثمانينات افتهموا شلون الحرارة تؤدي إلى البين ريليفينج، يعني تخفيف الآلام أو تسكين الآلام. Two primary therapeutic effects take place، يعني تأثيرين أساسيين علاجيين للحرارة. There is an increase in metabolism resulting in relaxation of the capillary system. أكو ارتفاع بعملية الأيض يؤدي إلى استرخاء الكابلري سيستم، يعني الفيزو دايليشن. كابلر يعني الأوعية الدموية، الفيزو دايليشن يعني تمدد بالأوعية الدموية يصير. And there is an increase of blood flow، وهذا راح يؤدي إلى زيادة في البلد فلو، في تدفق الدم. Which moves it to cool the heated area، فالحرارة اللي راح تركز مكان نتيجة الفازو دايليشن، توسع ال الشعيرات الدموية، يعني راح يزيد تدفق الدم فيؤدي إلى تخفيف الحرارة، يعني تبريد المنطقة هذه اللي صارت فيها حرارة. The relaxation and increase blood flow are beneficial to damaged tissue، فهنا الاسترخاء وزيادة تدفق الدم مفيد للدامج تشير للنسيج المتضرر. The physical methods of reducing heat in body are، الطرق الفيزيائية لإنتاج الحرارة بالجسم هي كالآتي، 4 طرق عادة مستخدمة. Conductive heating، توصيل حراري يعني. انفراريد راديشن هيتينج، الانفراريد اشعة الانفراريد. وراديو ويف هيتينج، الراديو ويف هو الدايثرمي اللي قلنا هو عبارة عن مايكرويف وشورت ويف، اثنين تدخل ضمن الراديو ويف. وذي التراسونيك، التراسونيك ويف هيتينج، او باستخدام الاشعة الالتراسوند، يعني الاشعة فوق الصوتية. فاول طريقة هو الكوندكتيف ميثود. كوندكتيف ميثود واحدة من الطرق المشهورة اللي تستخدم هذه الطريقة، هي مرت علينا سابقا، اللي هي الواكس باث، يعني الشمع أموعة راح يكتسب حرارة كامنة، أحطه على الجلد راح تنتقل الحرارة بالتوصيل من الشمع إلى الجلد، ومن الجلد إلى الأنسجة اللي تحتها اللي هي الأنسجة الدهنية، وتحت الأنسجة الدهنية العضلات، تحت العضلات العظم. أوكي، مشكلة هذه، مشكلة هذه الطريقة إنه من توصل الحرارة إلى الأنسجة اللي بيها الكابيلاريز، الأوعية الدموية هنا، وتوسع الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم تؤدي إلى تبريد المنطقة، فهنا الحرارة ما راح تخترق العمق المطلوب. إحنا عادة وين نستخدم العلاج الطبيعي الحرارة، العلاج الطبيعي باستخدام الحرارة، يعني بالمفاصل، بالعظام، بالإصابات العضلية عادة هذني. فهاي الأمور، العضل والعظام والمفاصل عميقة، فهذه الطريقة يعني تأثيرها قليل ضعيف نوعا ما. أوكي، the conductive method is based on physical fact that it
that if two objects of different temperature are placed in contact. يعني هذه الطريقة تعتمد على المبدأ الفيزيائي اللي يقول انه اذا جبنا جسمين two objects of different temperature درجات حرارتهم مختلفة ونحطهم بتماس واحد مع الاخر placed in contact heat will transfer by conduction. فالهيت الحرارة راح تنتقل بواسطة الكوندكشن from the warmer object to the cooler one من الجزء الحار إلى الجزء البارد بالتوصيل. The total heat transferred will depend on كمية الحرارة المنتقلة الكلية تعتمد على the area of contact كل ما تزيد المساحة راح تزيد عملية الانتقال. The temperature difference كل ما التمبرتشر فرق التمبرتشر عالي فرق الحرارة عالي أيضا يزيد الانتقال. The time of contact كل ما زاد التايم أو الوقت راح يزيد الانتقال. The thermal conductivity of the materials كل ما تزيد توصلية المواد للحرارة أيضا راح يزيد الانتقال. Hot baths الحمام الحار. Hot packs الأكياس الماء الحارة. Electric heating baths بعض الأجهزة اللي تستخدم الكهرباء للحرارة لتوليد الحرارة. الأوكيجينالي هوت بارافين. الهوت بارافين هو الواكس باث تكلمنا عنه سابقا. applied to the skin heat the body by conduction. فهذني الطرق كلها راح تحمي المنطقة المستهدفة بواسطة التوصيل. conductive heat transfer lead to local surface heating. هنا الحرارة راح تصير موضعية وعلى السطح surface heating since the circulating blood effectively removes the heat that penetrates deep into the tissue. وذلك بسبب انه blood circulating blood يعني blood المتدفق او اللي يداور بالمنطقة راح يسحب هذه الحرارة باستمرار فما راح تخترق heat that penetrates deep into the tissue فما راح تقدر تخترق عميق. اوكي application of conductive heating conductive heating application يعني استخداماته وين تطبيقات conductive heating is used in treating conditions such يستخدم بعلاج مشاكل أو ظروف مثل arthritis التهاب المفاصل neuritis التهاب الأعصاب sprains and strains الالتواء والشد contusions contusions ما متأكد من هذا شوفوها بالقاموس sinusitis يعني التهاب الجيوب الأنفية back pain آلام الظهر. اوكي هاي أول نوعية. النوعية الثانية radiant heat اللي هي ال IR infrared. الانفراريد طبعا احنا يعني الصوابات الكهربائية اللي نستخدمها في بيوتنا هذه يعني احنا نشوف ده يطلع من عندها ضوء احمر. الضوء الاحمر هذا الريد بورشن يعني من الريد لايت. اوكي بس الاشعة الحرارية اللي هي انفراريد هاي غير مرئية بس نحس بيها يعني من نقترب من الصوابة راح نحس بالحرارة مالتها. هي هاي انفراريد وهي هاي تجينا من الشمس واللي تسبب انه تدفي المكان الانفراريد. used for surface heating of the body هنا أنا أيضا نستخدمه يعني في حياتنا الطبيعية للتدفئة وعادة بالسيرفس لكن بها نوع من الاحتراقية لكن بسيطة. this is the same form of heat we feel from the sun يعني يقول لك هي نفس الطريقة أو الشكل الحراري اللي نحسه من الشمس or from open flame أو من أي لهب. يعني هو عادة يعني أغلب المصادر الحرارية اللي نستخدمها للتدفئة هي عن طريق الـ IR. The IR wavelengths are between 800 نانومتر and 40,000 نانومتر. من 800 طول الموجة مالتها إلى 40,000 نانومتر. النانومتر الواحد هو واحد بالمليار من المتر، 1×10^9 من المتر. The waves penetrate the skin about 3 مليمتر. البنتريشن مالتها والاختراق يوصل حوالي 3 مليمتر يعني هم مو عميق. and increase the surface temperature فالتر الحرارة راح تتركز على السطح. excessive exposure cause هنا إذا راح تسلط الانفراريد على فترة زمنية طويلة
راح تسبب احمرار ريدنينج ارثمية يسموها and sometimes swelling edema. swelling يعني انتفاخ او تجمع للسوائل يسموها edema. واذا very prolonged exposure causes browning or hardening. اذا prolonged exposure يعني تعرض لفترة زمنية طويلة ممكن يسوي براونينج يعني يصير جزء هذا جوزي خلينا نقول الجلد او هاردنينج الصلب اوف ذا سكين اوكي يعني بدي يموت يعني باختصار مفيد. radiative heating is generally used for the same conditions of the conductive heating. يعني التطبيقات مالتها هي نفس تطبيقات ال conductive heating but it's considered to be more effective because it penetrates a bit deeper وكفاءته اكبر. ليش؟ لان اكو اختراقية اكثر. اوكي method of generation infrared. شو طريقة توليد الانفراريد باستخدام تنجستن واير. هسه احنا مثل ما نشوف الصوبات مالتنا بالبيوت عبارة عن واير ملفوف على شكل كويل نوصل الكهرباء عادة يكون بأنبوب زجاجي او هنا يكون ممكن يكون أنبوب ستيل معزول to prevent the touch wire with the tube. طبعا الواير ما يصير التماس مع التيوب ان كان زجاج او ستيل. فهنا راح يمر بتيار كهرباء راح يؤدي الى توليد الانفراريد. الهيتر باور. الباور عادة شلون ينحسب؟ الباور هو التيار في الفولتية. ومن قانون اوم نعرف انه التيار هو يساوي الفولتية. قانون اوم تيار يساوي الفولتية على المقاومة. اوكي والفولتية يساوي التيار في المقاومة. فهذه معادلة الباور. نقدر مرة نشيل التيار ونحط هذه المعادلة راح تطلع عندي هذا القانون في تربيع على R يعني الباور يساوي في تربيع على R. او اشيل الفولتية واحط هاي المعادلة راح تطلع عندي الباور يساوي تربيع التيار تربيع في R. اوكي مجرد تلاعب بالصيغة باستخدام قانون أوم. الآي هو الكرنت طبعا بالأمبير. الفي هو الفولتج بالفولت. والآر الريزيستنس إن أوم. نعطي مثال بسيط أنه يقول calculate احسب the power and current in a glass tube IR heater having R. احسب الباور والكرنت والتيار. نعطيك الهيتر ريزيستنس مال الواير 20 اوم. اوكي والفولتج اللي نستخدمه 220 فولت 50 هرتز. فعندي العلاقة اللي تقول باور يساوي الباور يساوي الفولتية تربيع في الار. الفولتية عندي 220 فولت الار 20 اوم ف 220 تربيع على 20 يطلع لي 2420 واط باور. والآي يساوي في على ار. الفي 220 اوم 220 فولت العفو على 20 اوم يساوي 11 امبير. اذا الواير المقاوم 20 اوم راح يسحب 11 امبير. اوكي وطبعا هذا الكلام ينطبق على ينطبق على حياتنا اليومية. عادة الأجهزة الكهربائية تقاس بالقدرة وليس بالتيار. يعني احنا صح نستخدم التيار مثلا نشتري حاجة مثلا نشتري صابة كهربائية نسأل ايش قد تستهلك كم امبير تسحب. فمثلا 400 واط احنا نعرف يعني اغلب الصابات الكهربائية الشمعة الوحدة تسحب 400 واط او 500 واط حسب. فال400 واط هي عادة يعني من نشتري اي جهاز راح نلقي مكتوب عليه القدرة بالقدرة وليس بالتيار. يعني ما يكتب عليه هذا يسحب 10 امبير لا يكتب عليه يسحب مثلا 500 واط 1000 واط 2000 واط تقريبا كل الاجهزة. ليش؟ لان المفروض الواطية هي الثابتة لان المقاومة تقريبا هي الثابتة. ماشي المقاومة شو كنت تتغير مال الاجهزة بالحرارة. لما نزيد الحرارة تزيد المقاومة. طبعا هذا الكلام احنا يضح عندنا بالصيف لما نزيد الكهرباء.
الحرارة بالصيف نشوف انه الأجهزة الكهربائية تبدي تستهلك أكثر، فالجوزة مال المولدة تبدي تنزل، يعني نفس الأجهزة احنا مشغليها بالوضع الطبيعي، الأمور طبيعية، من صد درجة حرارة جدا عالية يعني تعبر 50 مثلا، نفس الأجهزة تفصل الجوزة. ليش؟ لسبب بسيط، أن المقاومة مال الأجهزة زادت، المقاومة كلها زادت مال كل الأجهزة والوايرات، فتقوم تستهلك أكثر، تقوم تستهلك أكثر. هسه شفنا يعني من خلال هذا القانون، إذا الفولتية ثبتت والمقاومة زادت الاستهلاك يزيد. أوكي زين. تنقاس بالواطية، تنقاس بالواطية. فأي جهاز نشتري نقدر نعرف من الواطية مالته ايش قد يسحب فولتي، ايش قد يسحب امبيرية، مجرد نقسم الواطية على الفولتية، نقسم الواطية على الفولتية، راح يطلع لي، راح يطلع لي اوكي، طبق هذا القانون، يعني الفولتية عندي والواطية عندي، اقسم الواطية على الفولتية يطلع لي التيار. فهنا كل ما تزيد الفولتية يقل التيار، وكل ما تقل الفولتية يزيد التيار. لذلك إذا الفولتية وصلتني من المولد مثلا 200 فولت، فهنا التيار راح يزيد، استهلاك التيار راح يزيد. كل ما تقل الفولتية إذا صارت 180 التيار راح يزيد بعد أكثر. أوكي وهكذا. زين نرجع لموضوعنا، هذا موضوع جانبي يعني شيء بشيء يذكر. نرجع لموضوعنا، نجي على الدائرة الثرمي، موضوع المحاضرة. فالدائرة الثرمي classification of therapeutic modality that uses high frequency electrical energy، هو في التقسيم عن therapeutic modality، يعني في طريقة علاجية أو في أجهزة علاجية that uses high frequency electrical energy، اللي تستخدم electrical energy يعني طاقة كهربائية بفريكونسي عالية to heat subcutaneous tissue، حتى يعني تسخن subcutaneous tissue يعني الأنسجة اللي تحت الجلد to treat range of musculoskeletal conditions، حتى تعالج فد مجموعة من musculoskeletal conditions. musculoskeletal يعني الأشياء اللي لها علاقة بالنظام الحركي بالجسم الإنسان، يتكون من العظام والعضلات. diseases أمراض، general medical conditions ويعني فد مشاكل طبية عامة. and it is a form of electromagnetic wave، هو شكل من أشكال electromagnetic wave generation with a frequency range that can be categorized as، مع frequency range يعني فد range من الفريكونسي that can be categorized as، اللي يقسم إلى microwave و shortwave. okay shortwave هنا can be either continuous shortwave يعني مستمرة، continuous shortwave diathermy CSWD مختصر مالتها، or pulsed shortwave diathermy PSWD. ال continuous يعني مستمر، pulsed يعني متقطع أو نبضات على شكل نبضات. Diathermy involves generation of oscillating electromagnetic field. Diathermy خلينا نقول يتكون أو يتكون من توليد، يتكون من توليد oscillating electromagnetic field، يتكون من electromagnetic field متذبذب that are compromised of both electrical and magnetic fields. وهذا ال electromagnetic ويف او فيلد يتكون من شقين، كهربائي ومغناطيسي، يعني بي فيلد
كهربائي، حقل كهربائي وحقل مغناطيسي. Variations in the strength of these fields are dependent upon several factors including التغيير بالسترينث، بالقوة أو الشدة مال هذه المجالات are dependent upon several factors، تعتمد على عدة عوامل several factors including مثل the frequency of the unit، the frequency تردد مال الوحدة، و characteristics of the applicator وصفات الابليكيتر يعني الجزء اللي راح يسلط هذه الانرجي. Diathermy is generally describes to be to describes described يعني عادة توصف الدايثيرمي to decrease pain يعني حتى تقلل الآلام، increase metabolic functions وحتى تزيد الأيض، increase deep tissue temperature تسخن الأنسجة العميقة، and increase range of motion وحتى تزيد range of motion يعني مجال الحركة. وهذه مثلا يعني عادة تصير عند إصابة أو عند مشكلة بالعضلات، يصير نوع من التيبس حيث واحد ما يقدر يحرك رجله مثلا يعني رجله بصورة طبيعية، فهنا الحرارة راح تؤدي إلى تسهل هذه الحركة، تلين يعني هاي العضلات والمفاصل راح تقدر تزيد مجال الحركة، أرجع مجال الحركة شوف طبيعي أو طبيعي. مايكرويف دايثرمي، احنا قلنا انه الدايثرمي قسم الى مايكرويف والى شورت ويف. المايكرويف is deep heating modality that uses magnetron to produce high frequency electromagnetic energy. deep heating modality هو في الجهاز يؤدي الى deep heating يعني تسخين عميق باستخدام الماجنترون، يعني مولد اللي يولد المايكرويف نسميه يسموه ماجنترون، القلب اللي يولد هذه الأشعة ماجنترون. الماجنترون شو يسوي؟ بروديوس هاي فريكونسي الكترومغنتيك انرجي، راح يولد الكترومغنتيك انرجي بفريكونسي عالية ذات كونفرت تو هيت وذين ذا بودي، وهذه من راح تدخل بالجسم راح تتحول الى حرارة وذ فريكونسي اوف 915، طبعا هذه كيلو هرتز، هذه وليس هرتز، هذه كيلو هرتز 915 كيلو هرتز اند 2450 كيلو هرتز، يعني من 915 الى هاي الى وليس اند الى 2450 كيلو هرتز فور ذا ميديكال يوز اوف مايكرويف. هذه طبعا المجال الطبي تستخدم هذه الفريكونسي. اوكي، although microwave diathermy is similar to shortwave diathermy، هنا أنا دي يقول مع انه المايكرويف دايثيرمي تشابه الشورت ويف دايثيرمي لكن اكو بعض الاختلافات. There are difference between the two. اول شيء الالكتريكال فيلد، احنا قلنا انه الويف هاي تتكون من الالكتريكال فيلد وماجنتيك فيلد، فهنا الالكتريكال فيلد مجال الكهربائي هو الغالب بالمايكرويف، بينما بالشورت ويف الماجنتيك فيلد. Heating occurs through a dipole response created within the cell membrane. الدايبول هنا عندنا في المصطلح اسمه دايبول. الدايبول يعني شنو؟ الدايبول تخيل عندنا فد جزيئة فيها بلس ماينس، يعني الطرف مالها مشحون جزء بلس جزء ماينس. اوكي، هذه لما نحطها مجال مغناطيسي، نفترض هذا مجال مغناطيسي وهنا أنا بلس وهنا أنا ماينس مال مجال المغناطيسي، بلس ويا بلس تنافر وماينس ويا ماينس تنافر راح يؤدي إلى حركة. اوكي زين، احنا عندنا الفريكونسي عالي فهنا المجال هذا راح يتبدل. اوكي يعني خلينا نقول اذا الفريكونسي مالتي خلينا نقول 1 ميجا هيرتز، يعني مليون مرة بالثانية راح يتبدل، البلس يصير ماينس والماينس يصير بلس، وكل ما يتبدل راح يصير هنا عندي حركة، فبالنتيجة هذا راح يقوم يتحرك بسرعة جدا عالية. اوكي، هاي الحركة العالية تؤدي إلى احتكاك، الاحتكاك يؤدي إلى حرارة. طبعا كل الطرق هذني اللي راح شرحناها وراح نشرحها أو اللي بدنا نشرحها حاليا تؤدي يعني المايكرويف والشورت ويف الحرارة تنتج عن طريق الاحتكاك، لكن الاحتكاك مين يجي؟ من الحركة. فهنا
طريقة توليد الحركة هي ربما شوية تختلف، بس بكل الأحوال أكو حركة، والحركة يؤدي إلى حركة تؤدي إلى الاحتكاك. فهنا عملية توليد الحرارة راح تصير باستخدام الحركة الناتجة عن الدايبول افكت. اوكي، طبعا هذا المبدأ العمل هو نفسه مبدأ عمل مولد الماطور الكهربائي. نفس الشيء قلب حديدي احطه بكويل، والكويل هذا امغنطه باستخدام الكهرباء، راح يصير تنافر، وهذا التنافر يؤدي الى حركة. نفس المبدأ. زين، the rotation of these molecules causes friction، يعني الحركة الدوران مال هاي المولكيولات اللي هي دايبول مولكيول راح يؤدي الى فريكشن، يعني الفريكشن هو الاحتكاك، resulting in heat production، والاحتكاك يؤدي الى حرارة، انتاج حرارة، because of spreading of radio wave and absorption of energy، بسبب انتشار الراديو ويف، قلنا المايكرو ويف شورت ويف نسميها راديو ويف، and absorption of energy، و امتصاص الطاقة، superficial tissue tend to be heated more than deep tissue، فالأنسجة السطحية راح تكون تكتسب حرارة أكثر من الأنسجة العميقة. Although microwave diathermy produce biophysical effects similar to those of shortwave diathermy، المايكرويف ده يقول المايكرويف تؤدي أو تنتج biophysical effect، فالتأثيرات فيزيائية، biophysical يعني فيزياء أحيائية، يعني effect تأثيرات فيزيائية حياتية similar to those of short wave diathermy، مثل ما short wave تسويها. The treatment is more superficial because the microwave، هنا دي يقول ان العلاج راح يكون اكثر سطحي، يعني الشورت ويف او المايكرويف سطحية اكثر، علاجها سطحي اكثر من الشورت ويف، because the microwave radiation cannot penetrate the fat layer. اها، لان المايكرويف ما تقدر تخترق الفات لاير، يعني طبقة الدهون، to the same extent as short wave، مثل الشورت ويف، شورت ويف تخترق اكثر، هنا طبقة الدهون اللي راح تصير تحت الجلد فوق العضلات راح تكون نوع من الحاجز، اختراقها اصعب راح يصير. اوكي، because the energy is collected by the adipose tissue، فهنا الطاقة راح تتجمع وين؟ بالاديبوس تيشو اللي هو فات تيشو اللي هو الطبقة الدهنية. The effect occur at about one third the depth of short wave diathermy effect، فهنا معناها ان اختراق المايكرويف هو ثلث اختراق الشورت ويف. The energy is reflected at tissue interfaces، وهنا بما انه اكو عدة طبقات، كل طبقة التماس ويا الطبقة الأخرى راح يصير انترفيس، يسموه انترفيس، فهنا راح يصير انعكاسات reflected، يعني الأشعة راح تنعكس ترتد، creating standing wave، هذه الارتدادات راح تسوي في الموجة يسموها standing wave، يعني شلون موجة رنين كأنما، that can result in unsafe increase in tissue temperature، وهذه الموجة تؤدي إلى زيادة حرارة غير آمنة، يعني تصير حرارة عالية ممكن تؤدي إلى حروق. The indications and contraindications for the use of microwave diathermy، التأثيرات والتأثيرات المضادة لاستخدام المايكرويف دايثرمي are similar to those of short wave diathermy، تشبه short wave diathermy، however there can be no matter within the treatment field، طبعا معروف ان المايكرويف صح، احنا بالبيوت عندنا اجهزة مايكرويف، معروف انه عدو المايكرويف هو المعادن، يعني ما يصير انت عندك جهاز مايكرويف تستخدمه حتى تسخن الطعام وتحط فيه معدن، ممكن تتلفه وممكن تسوي اصلا يعني ينفجر. فهنا نفس الشيء بالمجال الطبي، ما ممكن تستخدم اي معدن ويا هذا الجهاز ويا هاي الاشعة. اوكي، there can be no matter within the treatment field، ما يصير يكون اي معدن ضمن يعني مكان العمل، this include not only metal on the patient but implanted metal،
يعني مو بس مثلا اشياء يرتديها البيشنت، لا ممكن اشياء مزروعة ايضا ما يصير. مثلا بليتس، سكروز، بليتس يعني الواح، يعني مثلا البلاتين، سكروز، براغي، انترايوتران ديفايس او اشياء مزروعة داخل الامعاء as well. اوكي داخل يعني البطن. مايكرويف دايثرم is not commercially available in the United States. هنا ده يقول ان المايكرويف ما موجودة كأجهزة تجارية متوفرة بالولايات المتحدة. ليش؟ because the energy tends to be reflected and scattered into the surrounding environment. لان هنا الطاقة تميل الى الارتداد والانتشار بالمكان. And has been associated with an unacceptably high incidence of miscarriage. وهاي تؤدي إلى زيادة في عملية الإجهاض للنساء اللي يستخدمن هذا الجهاز، مو يستخدمن يعني اللي يشتغلن عليه، اللي هن يعني الممرضة اللي تستخدم الجهاز. هاي دائما يعني نعرف إنه الممرضة دائما تتعامل مع الجهاز، يعني فهنا راح تتعرض بصورة مستمرة إلى هاي الإشعاعات. هاي الإشعاعات ممكن تؤدي إلى إسقاط الجنين، فبيها خطورة. فهنا دا يقول بأمريكا هذا الجهاز ما موجود، ما تلقاه بالسوق، يعني لأن بيه خطورة. أوكي الشورت ويف دايثرمي uses oscillating high frequency non ionizing electromagnetic energy. راح يستخدم أشعة انرجي يعني في الطاقة الكترومغناطيسية، انرجي طاقة الكترومغناطيسية متذبذبة بفركونسي عالية، وهاي الطاقة نون ايونايزنج يعني ما تعين، طاقة غير معينة، مو مثل الاكس راي وربعها، يعني خطورتها اقل. similar to broadcast radio waves. وهذه مثل يعني أشعة الراديو اللي نستخدم جهاز الراديو، يعني produce deep heating within the tissue، وهاي تؤدي إلى حرارة عميقة بالجسم. The electromagnetic energy lacks the wavelength duration needed to depolarize motor or sensory nerve. هنا يقول electromagnetic energy الطاقة الكهرومغناطيسية تفقد إلى ال wavelength duration، تفقد إلى ال time الوقت اللي تحتاج الموتور أو sensory nerve، تحتاج الموتور أو سنسري نيرف يعني الأعصاب المسؤولة عن الحركة والأعصاب الحسية حتى يصير بها ديبولاريزيشن، يعني مختصر مفيد ما تأثر على الأعصاب الحسية والأعصاب الحركية. أوكي زين. شورت ويف هاز ثري مين فريكونسيز. الفريكونسي مال شورت ويف المستخدم في المجال الطبي 13.56 ميجا هرتز و27.12 ميجا هرتز و40.68 ميجا هرتز. شوفوا الفرق بين هذه وبين المايكرويف. المايكرويف كانت من حوالي 1 ميجا هرتز إلى حوالي 2.5 ميجا هرتز، بينما هذه أقل وحدة 13 ميجا هرتز، 13.5 ميجا هرتز. أوكي فالفريكونسي أكبر معناها طاقة أكثر. أوكي